ألم الظهر مشكلة شائعة يواجهها الكثيرون يومياً من خلال ممارسات يومية خاطئة أو التعرض لإصابة، أو قد يكون بسبب طبي مثل الانزلاق الغضروفي، وأيضاً ممكن تكون أسباب نفسية هي المسببة لألام الظهر. وبالإضافة للعلاجات الطبية، غالباً ما تساعد التمارين على تخفيف هذه الآلام وتفادي الشعور بمزيد من الانزعاج. وتعمل التمارين بشكل عام على تمديد الظهر والعضلات الداعمة له وتقويته من خلال وضعيات تركز على العمود الفقري، كونها المسؤول عن الحفاظ على قوام الجسم بشكله السليم. وبما أن العمود الفقري يربط عضلات الظهر بكل من عضلات الكتفين والمعدة واليدين، مما يعني أن تمارين الظهر تعد مفيدة لتقوية جميع هذه العضلات. ومن فوائد تمارين الظهر أيضا أنها تكسب من يمارسها بانتظام مظهر جسدي مميز، وبالتالي فإن توازن الجسم يتحقق بشكل أكبر ويتحسن التنفس بسبب زيادة قدرة الشخص على استنشاق كميات أكبر من الأكسجين عند الحفاظ على الوضعية السليمة للعمود الفقري. تحية لي علي الزهراني على كل هالمعلومات. خلينا نرحب أيضا معنا بمدربة الرياضة باميلا قويق. أهلا يا باميلا ويسعد صباحك. شكرا يسعد صباحك. باميلا، كيف عادة يعني يعرف اللي عنده آلام ظهر أنه هذه آلام مثلا نتاج إصابة، أو أنه كيف يعني يقيم هذه الإصابة، أنه هل قادر يعالجها من خلال التمارين؟ أول شيء لازم نستشير طبيب بس يكون عنده ألم. أيوة. ومن هونيك الطبيب بينصحنا شو لازم نعمل. إذا سمح لنا أنه نعمل رياضة، فينا نبلش أول شيء بالستريتشنج. حركات الستريتشنج بتريح ألام الظهر. أيوة. من بعدها بس نرتاح ويبطل عنا ألام، فينا نبلش تمارين المقاومة. لما يسمح لنا الطبيب أكيد. نعم. تدريجياً منبلش نعمل تمارين لنقوي عضلات البطن، عضلات الجزء الأسفل من الجسم. نعم. بيساعدوا أنه نحمي ظهرنا الأسفل. كمان تمارين الجزء الأعلى من الجسم بيساعدونا نحمي. نعم. نبتدي أول شيء التمدد، هي أهم شيء أو أهم التمارين. تحبين نبتدي؟ أنا أشوفك متحمسة يعني. دائما متحمسة. أوكي، فينا نعمل أيوة هالتمرين. أيوة نعم. أوكي، منعملها 10 مرات. هيدا ستريتشنج كتير بريح الظهر. وفي ضغط على أسفل الظهر. هيك. أيوة. من فوق. وهيك على أسفل الظهر. في عنا هاي الحركة. كمان بنعمل الميلتين 10 ب 10. ثاني ميل كل ميله 10. عندنا هالحركه كثير بتريح الظهر. هذه وضعيه الطفل يسمونها. صح. نعم. وضعيه الطفل. عندنا هالحركه اجر الشمال. هذه وضعيه سوبرمان. نعم. هيدي كمان بتشد عضلات الظهر، البطن، كذا عضله. إيه. بتساعد انه نحمي ظهرنا. رائع. بدون تسخين ولا هذه يعني على طول ممكن؟ ايه على طول ممكن. باميلا، احنا راح نستعرض معك بعض التمارين، ولكن متى لازم واحد يوقف لما يحس انه في الم معين، ما يعتقد انه هذا الالم مثلا من التمرين او العضلات، يعني انه يحس انه لا في خطر؟ هلا اذا الم كثير بوجع لا يقام. نعم. اكيد لازم يستشير طبيب. ايوه. والطبيب بينصحه اذا في كم رياضه او لا. تمام. احنا نقول انه هو شيء شخصي، هو اذا عرف نفسه انه هذا الالم، يعني احيانا الانسان قادر يقيم نفسه، خصوصا اذا كان الالم قوي لا يتوجه للطبيب. صح. الم بسيط طبيعي بالتمارين نقدر نحكي عنه. تمام. خلص باميلا، خلينا نستمر معك. احنا اخذنا التمرين الاول هو تمدد ولمنطقه اسفل الظهر تقريبا. صح. نروح للتمرين اللي بعده. فينا كمان نعمل ستريتشنج للإجرين مثلا، لهالعضلة هون بتساعد. أيوة. الظهر. نعم. لأنه كل شيء مرتبط ببعضه. فعلا. يعني ما بكفي بس نعمل ستريتشنج للظهر، لازم كمان للجزء الأسفل من الجسم. نعم. في تنصحين بتمارين يعني مثلا أكيد بشكل يومي؟ أي أكيد بشكل يومي. يعني 7 أيام ولا ممكن يعني أعطينا 5 أيام بالأسبوع شيء. كتير منيح. انه كثر خيرك اذا 5 ايام يعني. شكرا لك. نحن لانه مع العمر بعد الثلاثينات بنصير نخسر من الكتله العضليه. فعلا.
مشان هيك بيصير جسمنا ضعيف، بنحمل اي شيء بيروح ظهرنا. صحيح. سو اذا بنعمل تمارين البطن من اول جزء الاسفل بيصير بس ما نشيل شيء، ما عم نشيله بس في ظهرنا، كل العضلات عم بيساعده، هو الجد الكل الكور. باميلا، بالنسبه لي هل التمارين هذه راح تفيد ايضا اللي بالمكتب مثلا؟ اي اكيد ممكن، يعني هلا الناس اللي بيقعدوا على الكمبيوتر كثير. أيوة. بيقعدوا دائما لازم يحطوا مخديه ورا ظهرهم ليكون لاقي ظهرهم. عندنا هيدا رولر كمان كثير بتساعد ترخي التشنج الظهر. خلينا نشوف التمرين، بس التمرين عليها صعب هذه ولا لا؟ لا هيدا كثير مريح كانه مساج. يا سلام. سو بهالطريقه بنكون عم نعمل مثل مساج للظهر وبيرخي العضلات وبيرتاح المشنج. وهذه عادي، هو الشخص ما يحتاج يكون مع مدرب، يعني هو يقدر يتعلم. لا لا، هدول حركات كثير سهله فيهم يعملوهم بالبيت. اوكي. حتى فينا نعمل للاجرين. ممكن للافخاذ. نعم. يعني كثير بتريح لانه هذه كمان يعني حسب الشخص، ولا ممكن نقول 10 يعني في وقت معين يعني 10 على كل ميله. ممتاز. وإذا بعدوها 3 مرات بيكون كثير منيح. بالنسبة للأوزان، متى ندخل الأوزان؟ إذا شفنا أمورنا تمام. إذا شفنا أمورنا تمام، ما في أوجاع والدكتور سمح لنا. نعم. لازم أوزان تدريجياً، مش دغري نشيل. إيه، مش على طول واحد يتحمس. في خلينا نتعرف على كل الأدوات اللي نقدر نسوي فيها تمرين، وين تحبين؟ مثلاً هيدي حوالي 5 كيلو. فينا نستعملها لنقوي الظهر بهذا الشكل. كمان للنص الظهر بنقرب ايدينا اكثر بهالشكل. في هل لو كانت مثلا بميل احيانا بعض التمارين انه مثلا الشخص المتدرب يكون وضعيه ايده غلط ولا وضعيه إيه؟ يعني كيف يقدر يقيم هو انه هو بشكل صحيح؟ لازم اللي بده يبلش باوزان يكون معه مدرب. احنا نرجع، احنا مش سالنا السؤال. لا الاوزان مدرب. أوكي. ستريتشنج بدون مدرب. أوكي. مش مشكله، بس اوزان مع مدرب بس ليتعلموا التكنيك الصح، بعدين بيرجعوا بيقدروا يكملوا وحده. ممكن هو يمارس بطريقه منفرده. تمام. لانه كثير مأذي اذا الواحد ما عم بيعمل. كم تمرين في اكثر من تمرين ممكن نسويه بهذا الوزن؟ اكيد، مثلا فينا للجلوتس. هالحركة بتشد هال. نعم. سو بيساعد الظهر كثير. احنا بما ان اليوم فاميلا حديثنا عن الظهر والام الظهر والتمارين المقوية، احنا لازم نشعر انه احنا راح نمرن الجسم كله، ولكن راح نشعر انه منطقة اسفل الظهر هي هذه اللي عليها ضغط اكثر شيء. مزبوط، اكثر من اعلى الظهر، لانه اكثر شيء بنحركها اذا بدنا نشيل غرض نبرم. نعم. هيدي المنطقة عم تحرك اكثر، مشان هيك تتأذى اكثر من فوق. ممتاز. تحبين تختمين معنا بشيء ولا؟ احنا حقيقه معلومات جدا مهمه، واحنا حرصنا انه الانسان دائما يستمر على الرياضه. اكيد. لكن اليوم ركزنا على الظهر. نعم. يقوي عضلات البطن كثير بيساعدوا انه يحمض الظهر. ايوه، شيء هو يكمل شيء. ايه، كله مرتبط ببعض. كله مرتبط ببعض. باميلا شكرا جزيلا، نورتينا. شكراً. وان شاء الله تجمعنا في لقاءات قادمه بتمارين جديده وموضوع ثاني. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. خلينا